السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف مع بعض لو انا عايز اضيف رقم لكل الشرائح اللي موجودة. فبروح رايح لقائمة انسيرت وبقول له سلايد نمبر واختار السلايد نمبر بشكل دوت. وممكن تضيف التاريخ وتختار التاريخ اللي انت عايزه. ممكن تحط فوتر زي ما انت عايز، تكتب اي كلمة معينة هو يكررها فبتظهر معاك بالشكل دوت. وممكن برضو تروح لقائمة فيو سلايد ماستر، ده اللي هو الرئيسي، وتقول له انا عايز اظهر الديت وعايز اظهر فوتر وعايز اظهر سلايد نمبر والتايتل وكل حاجة. طيب دلوقتي ممكن اعمل سيلكت على الجزء اللي تحت دوت واعمل له حركة بحيث يظهر بشكل يكون فعال معايا، واروح اقول له انا عايز اخش في الانيميشن واقول له مثلا ان انا عايزها بالشكل دوت او الشكل دوت، اي شكل من الاشكال. طيب اروح بقى اقول له سلايد ماستر كلوز وخلينا ندوس F5. تبدأ كل شريحة تظهر معانا الارقام بشكل شيك زي ما انت شايف.